السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب الصف الأول الابتدائي في قناة ميانات تميانات. طبعا وحشتوني جدا جدا، وأنا بقالي كتير مبطلة فيديوهات لشرح الماس، بس دوت عشان كان دخول رمضان. بس قبل ما نخلص رمضان إن شاء الله هنكون خلصنا الماس كله بتاع سنة أولى زي ما خلصنا الماس للصف الثاني الابتدائي. النهاردة هنكمل مع بعض شابتر 4. هنقسم شابتر 4 على حلقتين، يعني هناخد نص الشابتر في الحلقة دي والنص التاني في الحلقة التانية. بس بقى اعمل لايك واكتب كومنت حلو، عشان يعني ده حاجة بتحفزني. دي حاجة. الحاجة التانية، لو انت عايز كل الحلقات مجمعة على بعضها ابعت لي او اكتب لي في الكومنت، او ادخلي على صفحة اسس ببساطة وابعت لي على الواتساب بتاعها او في الرسائل بتاعتها، وانا ابعت لك كل الحلقات بتاعة الماس للصف الاول الابتدائي. طيب تعالوا نشوف النهاردة هناخد مع بعض ايه في شابتر 4 للصف الاول الابتدائي الترم الثاني. انا هفكرك بس معايا بحاجة بسيطة قوي. احنا كنا خدنا خلال الحلقات اللي فاتت ان في حاجة اسمها وانس وتنس، يعني قلنا اي رقم بيتكون من 2 ديجيت. يعني ايه 2 ديجيت؟ يعني رقم بيتكون من خانتين او من متنين. يعني مثلا زي الرقم ده، وليكن اما اجي اقراه اقول 35 بيكون من ال 30 وكمان بيكون من ال 5، يبقى ده رقم بيكون من 2 ديجيت. اول ديجيت عندي بيبقى اسمه اللي هو ال 5 بتبقى اسمها وانس، وبفكرك دايما ان الوانس ما ينفعش فيها زيرو. يعني الوانس مثلا ما ينفعش جنب ال 5 نحط زيرو وتبقى اسمها 5، لا، الوانس دايما بيبقى رقم لوحده، واحد يعني رقم بس لوحده واقف لوحده كده، تمام؟ يعني ال 5 هنا وانس، يعني ال 5 ال 6 ال 7 ال 8 ال 9 كل ده اسمها وانس. طب عشان تفهم اكتر بص معايا بقى، دي اسمها 30. انت عارف ال 30 بتتكتب ازاي؟ ال 30 بتتكتب كده اصلا، تمام؟ فشايف جنبها زيرو ازاي؟ يعني التنس دي اسمها بقى كده تنس، الرقم الاولاني وانس والتاني البليس فاليو بتاعها اسمها التنس. يعني التنس دايما فيها زيرو، زي 30 70 60 90 80 50 وهكذا. لكن الزيرو دوت بيقف عليه اي رقم تاني اللي هو بيتحط مع الوانس عشان ندينا قراءة الرقم صح. يعني دي الفايف بتاعة الوانس وقفت على الزيرو بتاع 30 بقى اسمها 35، تمام؟ طيب احنا ليه الكلام ده خدناه؟ الكلام ده خدناه في الحلقات اللي فاتت. انا بس بقول ريفيجن بسرعة، لو انت ما اتفرجتش ابعت لي وقول لي عايز شرح الوانس والتنس وانا ابعت لك الحلقات كلها. احنا دلوقتي هنا هناخد عملية سبتراكت او الماينس للوانس والتنس مع بعض. يعني رقم بيكون من 2 ديجيت في وانس وفي تنس، والرقم التاني بيكون من 2 ديجيت وانس وتنس، وعايزين نعمل لهم عملية سبتراكت او ماينس مع بعض، اللي هي عملية الماينس اللي هي العلامة بتاعتها كده او السبتراكت. يلا هنعملها ازاي؟ بص بقى، اول حاجة خالص احنا لازم نكتب على الرقم. يعني مثلا التن فين الوانس وفين التنس؟ الزيرو هو الوانس والون دي هي التنس، وان تن يبقى هنا. طب تعالى عند ال 59، ال 59 يبقى فين الوانس؟ ال 9 هي الوانس وال 50 هي التنس. طيب وبعدين يا ميس بنعمل ايه؟ بنبدا اول حاجه بنبدا بيها الوانس، الوانس مع الوانس، يعني ال 9 مع الزيرو. طيب عملية السبتراكت او الماينس معناها ناخد منه او نشيله منه، تمام؟ طيب نعملها ازاي؟ بص بقى، انا عايزة اقولك معلومة واحفظها قوي. في عملية السبتراكت او في عملية الاد اللي هي الاد اللي هي كده، او سبتراكت اللي هي بالعلامة دي، الاثنين اما اي رقم بيقابل الزيرو بيضرب الزيرو وينزل مكانه. يعني الناين دي هتضرب الزيرو وهتنزل مكانها، هتبقى زي ما هي ناين. بس عشان ما تلخبطش لازم تكتب برضو هنا وانس وتنس، ما هنا ده وانس وتنس والتن دي كمان وانس وتنس، يبقى هنا كمان لازم نكتب وانس وتنس. ادي اهو، ادي وانس وتنس، وانس وتنس. نيجي هنا كمان بعد الايكوال وانس وتنس. يلا نقول 9 ماينس 0، اي رقم بيقابل الزيرو بيعمل فيه ايه؟ بيضربه وينزل مكانه. يعني ال 9 هتنزل مكانها زي ما هي 9 بس تحت الوانس، عشان احنا قلنا وانس ماينس وانس يديني وانس. تعالى عند التنس، ال 50 او ال 50 ماينس 10. طب تعالى نقراها بقى كده 5 10 ماينس 1 10. ادي ال 5 شيل منها 1 5 اهي، شيل منها 1 ايكوال 4.
يعني 4 tenths أو 40. 49 يبقى هنا 59 minus 10 اديت لي 49. نحل واحدة تانية. خلي بالك احنا ممكن نكتب المسألة بالشكل ده يبقى جنب بعض كده، وممكن نكتبها فوق بعض كده، والكلام ده احنا خدناه على فكرة في شابتر 3. طيب بص هنا 93 minus 30، يلا نكتبهم مرة جنب بعض ومرة نكتبهم فوق بعض يعني. بس خلي بالك في الماينس لازم الكبير اللي يكتب الأول. طبعا ال 93 ولا ال 30 مين الأكبر؟ طبعا ال 90 أكبر من ال 30، يبقى 93 minus 30. ونكتب هنا نفس الكلام 93 minus 30، احنا قلنا مرة هنحلها فوق بعض ومرة جنب بعض. يلا نكتب 1 و 10 على كل رقم. 93 ال 1 هي ال 3 وال 90 هي ال 10. 30 ال 1 هو ال 0 وال 30 او ال 3 هي ال 10. يلا نقول بقى نبدأ بالايه؟ بال 1. 3 minus 0 هي ال 3. طب 9 minus 3 ادي 9، شيل منها 3. 1 2 3 equal 6، يبقى 63. تمام، وهكذا. والكلام ده خدناه كله في شابتر 3. انا بشرح من كتاب المعاصر عشان اللي عايز يتابع معايا ان شاء الله كمان في سنه تانية ابتدائي، بشرح من كتاب المعاصر عموما على طول يعني. طب تمام، تعالوا بقى ناخد التو دايمنشنال شيب. اللي ايه هو التو دايمنشنال شيب؟ بص بقى الليسون ده بالذات حفظ، ما فيهوش اي كلام غير ان احنا هنحفظ هنحفظ، وبعد كده هنبدأ نستوعبه واحدة واحدة، لأننا كل سنة هناخده. يعني ما تطلع تانية هتاخده، تطلع تالتة هتاخده، ما تطلع رابعة لسه منهج رابعة الجديد السنة الجاية هنعرف هناخده ولا لا. تمام، تعال نشوف الأول الشكل اللي بيبقى بالمنظر ده. طبعا احنا كلنا دارسين يعني كلنا بنعرف نتكلم عربي وعارفين شكل الحاجة بالعربي. الشكل اللي هو بالشكل ده كده اسمه triangle. triangle تمام. طيب ده square. square. طيب وده rectangle. rectangle. ايه الفرق بين السكوير والريكتانجل؟ بص بقى السكوير كل سايد، يعني كل ايد سايد دي هقولها لك كده معناها ايه، كل سايد فيه كل ايد فيه قد بعض is equal. يبقى all sides in square are equal، يعني كل سايد او each side in square is equal. كل سايد كل ايد في السكوير ايكوال. ايكوال يعني زي بعض بالظبط. ايكوال اللي هي العلامه دي، يساوي بعض بالظبط. اوكي، لكن الريكتانجل اتش سايد كل سايد كل ايد از اوبزيت، يعني قدام بعض هو اللي بيبقى ايكوال. كل سايد قدام بعض ايكوال، يعني مثلا السايد ده شورت قصير والسايد ده شورت والاتنين قد بعض بالظبط، لكن السايد اللي فوق ده لونج سايد يعني ايده، والسايد ده لونج يعني الاتنين دول قد بعض بالظبط لونج. تمام، ولو جبنا المسطره واستخدمنا عشان نقيس هنلاقي مثلا ده وليكن لو 7 سنتيمتر ده هيبقى 7 سنتيمتر برضو لو قسناه بالمسطره. يبقى ده الفرق بين السكوير والريكتانجل. السكوير كل سايد فيه قد بعض بالظبط اور ايكوال، لكن هنا each side is opposite اور ايكوال، يعني كل ايد فيه بيبقى مقابله لبعض بيكون ايكوال. ناخد اخر حاجه معانا سيركل. سيركل اللي هي السيركل اللي هي الدايره. طيب خليك بقى فاكر معايا الكلمه دي كويس جدا، اسمها تو دايمنشنال شيب. كلنا طبعا دخلنا سينما 3D. تمام، الفرق بين بين التو دايمنشنال شيب والثري دايمنشنال شيب ان الثري دايمنشنال شيب ممكن تحط جواها حاجات. تمام، يعني وليكن مثلا لو انت عندك صندوق اوكي، وعندك مثلا صوره. الصندوق عباره عن سكوير، جبنا كذا سكوير جنب بعض ولزقناه مع بعض لحد ما عملنا شكل الصندوق. ف ده يا ترى ده 2 دايمنشنال شيب ولا 3؟ انا بقول لك اهو ان ال 3 دايمنشنال شيب هي الحاجه اللي ممكن تظهر لك وكانها عايشه معاك، او ممكن تقدر تحط حاجه جواها. الصندوق ممكن تحط حاجه جواه طبعا، فعشان كده مش هيبقى 2 دايمنشنال، هيبقى 3 دايمنشنال. لكن الصوره، يا ترى الصوره دي انت تقدر تحط تدخل ايدك جواها؟ لا خالص، ده الصوره دي بتبقى حاجه الباب، باب الشقه وليكن، بص له كده هتلاقيه اولا شبه الريكتانجل بس واقف.
تمام، مش نايم بالصوره دي كده، واقف كده تمام. طب يا ترى الباب ده تقدر تدخل جواه ايدك او تقدر تشيل حاجتك جواه؟ لا طبعا، لانه مغلق. فمعنى ان هو مغلق يبقى ده 2 دايمنشنال شيب، لكن 3 دايمنشنال شيب هو الشكل اللي بيقدر تقدر تحط حاجات فيها وتقدر تحوش حاجات فيها. يبقى هنقول تاني ايه هي الاشكال ال 2 دايمنشنال شيب. يلا قول مع بعض: سكوير، تريانجل، ريكتانجل، سيركل. هقولها تاني: سكوير، طبعا الكلام ده حفظ، تريانجل، ريكتانجل، سيركل. هنا بيقول لك كالرز ذا كيتشن، بيقول لك هاو ماني، هاو ماني، نحفظ الكلمه دي مهمه جدا. هاو ماني كم عدد سكويرز، كم عدد السكويرز اللي معايا؟ سكويرز الاس دي للجمع، عشان يعني هو عايز كذا سكوير مع بعض، احنا مش عارفين ان ده شكل السكوير. ادي 1 2 بس 2. طب هاو ماني تريانجل، تريانجل هو الشكل ده تريانجل، 1 2 3 3. هاو ماني سيركلز، 1 2 3 4، ادي السيركلز. هاو ماني ريكتانجل، 1 2. تمام، اهم حاجه الريكتانجل عرفنا ان هو لازم يبقى ليه 2 شورت سايد اند 2 لونج سايد. 2 شورت سايد يعني ايدين قصيرين، و2 لونج، لونج كلمه لونج معناها طويل، وايدين طوال. تمام، طيب نشوف كمان هناخد ايه. اهو بيعيد لك تاني، خلي بالك ان ممكن تلاقي سكوير كبير وممكن سكوير صغير في الحجم. ممكن تلاقي سكوير مثلا هو سكوير في اي حالته سكوير، لكن ممكن الريكتانجل الشاشه بتاعت التلفزيون مثلا بالشكل ده، ده شكل ريكتانجل. باب الشقه على شكل ده ريكتانجل، بس هو ده واقف كده وده دايم كده. يعني قصدي الشكل ممكن يبقى مختلف في الوضع، وممكن يبقى فيه منه سمول ومنه لارج، بس في الاخر هو لإما ريكتانجل سكوير. لازم نحفظ الشكل ده كويس جدا، في فرق طبعا كبير وشاسع بين السكوير والريكتانجل. السكوير all sides is or equal، لكن الريكتانجل فيه 2 short sides and 2 long sides. في حاجة مهمة جدا لازم نعرفها في الأشكال اللي هو 2 dimensional shape، اللي هي الريكتانجل والتريانجل والسكوير والسيركل، لازم نحفظهم مع بعض. بص بقى، شايف الجزئية دي؟ يعني مثلا أنا رسمت دلوقتي ريكتانجل أهو، تمام؟ شايف الجزئية اللي أنا عاملة عليها بالقلم ده اللي هي أهو، شايفهم؟ ده وده وده، اللي هي بمعنى اصح بالعربي كده اللي هي الراس اللي ماسكه الايد مع بعض، الراس دي والراس دي والراس دي، اسمها كورنر. يلا نقولها مع بعض كده: كورنر، كورنر، كورنر. كم هنا الترايانجل عندي؟ هاو ماني كورنر ان تريانجل، يعني كم عدد الكورنر اللي في التريانجل؟ 3 1 2 3. طيب بص بقى معايا الشكل اللي انا هعمله لك دلوقتي، اللي هو ده، ده كده، شايفه اللي هو اللي بيوصل الكورنر بالكورنر، ده اسمه سايد اللي هي ايده، لكن كورنر ده اللي هو الراس اللي بتمسك السايدز مع بعض. ده كورنر وده كورنر اهو، سوري، ده كورنر ده سايد وده سايد، يعني عندي سايد وسايد وسايد. هاو ماني سايد ان تريانجل؟ 3 برضو. يبقى دلوقتي كام كورنر؟ قلنا ده، ده كده اسمه كورنر، ده كده اسمه كورنر، لكن ده اللي هي الايد بمعنى صح سايد. هاو ماني كورنر ان تريانجل؟ 3. هاو ماني سايد ان تريانجل؟ برضو 3 1 2 3. تعالى نشوف السكوير، هاو ماني كورنر ان سكوير؟ كورنر اتفقنا الكورنر اللي هو الراس بتاعته، يعني ده كده كورنر، ده كده كورنر، ده كده كورنر، ده كده كورنر. هاو ماني كورنر؟ 4 1 2 3 4، اللي هي راسه. طب هاو ماني سايدز؟ ايه السايدز اللي هي الايد اللي بتبقى بيخلي الكورنر ممسوكه ببعض؟ اهو ده كده 1 سايد 2 3 4، يبقى السكوير عندي 4 سايد 4 كورنر. طيب هنا الريكتانجل سوري الريكتانجل او ريكتانجل، هاو ماني سايدز؟ سايدز 1 2 3 4، عندي 4 سايد في الريكتانجل، 2 لونج و2 شورت. طب هاو ماني كورنر؟ قلنا الكورنر اللي هي الراس بقى اللي بتمسك السايد،
1 2 3 4 تمام. طب تعالوا بقى عند السيركل. السيركل دي حلوه قوي، نو سايد، ما عندهاش سايد، ما عندهاش ايدين، ايد ماسكه في بعضها، اند نو كورنر، نو سايد، ما فيش ولا ايد ولا فيها راس، ولا سايد ولا كورنر، يبقى نو سايد اند نو كورنر. تمام، هي ما فيهاش حاجه غير اسمها، حاجه اسمها كده بقط... كيرفد لاين. ايه هو الكيرفد لاين؟ عارف لما بتجيب مثلا كيرفد لاين ده اللي هو بيبقى، بص ايه بيبقى، زي مثلا لو جبت مثلا خيط وربطته قفلته كده، قفلته زي السيركل، عملته بيه سيركل كده، اما بتعرف تعوجه كده وتقفله اسمه كيرفد لاين، كيرفد لاين. تمام، يبقى السيركل نو نو سايد نو كورنر، لكن هاف او هاز كيرفد لاين، عندها كيرفد لاين، عندها اللي هو الخط اللي انا قلت لك اللي هو معوج كده ومربوط، كيرفد لاين. تمام، تعالوا نشوف ايه تاني ممكن ناخده في السيشن ده. طبعا هنا دخلنا كمان على عمليه الاد، المره اللي فاتت شرحنا عمليه الماينس او عمليه السبتراكت، دلوقتي على الاد. نفس الكلام اللي هنعمله في السبتراكت هنعمله في الاد. ايه هو نفس الكلام؟ اول حاجه خالص هتكتب وانس وتنس، ادي هو كاتب لك وانس وبعدين تنس، واللي تحت برضو وانس وتنس. طب نبدا بالايه يا ميس؟ هنبدا بالوانس، الوانس مع الوانس، واللي بعدها التنس مع التنس. تمام، يعني وانس مع وانس هيديني 4، تنس مع تنس هتديني 8. يعني اهم حاجه ان انت تعرف ان انت هتعمل، ينفع وانس مع تنس؟ لا، هتعمل، هتبدا دايما بالوانس مع الوانس وبعد كده تروح عند، بس خلي بالك تكتب وانس مع وانس ويتكتب في مكان الوانس، تنس مع تنس ويتكتب في مكان التنس، دي حاجه مهمه جدا. وممكن يجي لك شكل بالشكل ده، يعني ساعتها هتكتب وانس وتنس، وانس وتنس، وتعمل ايكوال وتكتب هنا فوق وانس وتنس، عشان يبقى وانس مع وانس هيتكتب في مكان الوانس هنا، تنس مع تنس يتكتب في مكان التنس هنا، وممكن يبقوا فوق بعض كده، ساعتها الوانس مع الوانس، الوانس فوق تحتيه الوانس يتكتب تحتيه تنس مع التنس. تمام، هي هي الاد. الفرق بين الاد اللي هي دي العلامه بتاعتها والماينس، الاد دي بنحط في مخنا الكبير ونحط الصغير على ايدينا ونعد بعد اللي في مخنا، يعني مثلا 3 بلس 2 او 3 اد 2، مين الكبير، 3 ولا 2؟ 3، فحط 3 في مخك وال2 على ايدك، بعد ال3 هنقول بعد اللي في مخي، بعد 3 4 5، يبقى هنا 5، بس طبعا عشان هي تحت التنس تبقى اسمها 50. لكن الماينس او السبتراكت اللي هي العلامه بتاعته كده، دي اهي اللي هي العلامه دي، ديت بنشيل منه، بناخد الكبير بقى ونشيل منه الصغير. يعني مثلا لو قلت مثلا الناين وشيل منها وليكن 4 9، وادي شلنا منها 4 ونشوف هيتفضل ايه. يبقى لازم تحفظ ايه الفرق بين علامه الاد وعلامه السبتراكت. الاد بنحط الكبير في مخنا، الصغير على ايدينا، سبتراكت بنشيل الصغير من الكبير. تمام، انا كده هوقف لحد الجزئيه ديت، عشان بعد كده هندخل على الاشكال الثري دايمنشنال شيب، اللي هي الاشكال اللي انا بقول لك ممكن نرتب ونحط حاجه جواها، زي مثلا الصندوق ممكن نحط على جواه. ال 3 دايمنشنال شيب عباره عن 2 دايمنشنال شيب بس كذا حاجه، يعني كذا مثلا سكوير مع بعض وبنقعد نلزقه مع بعض عشان في الاخر يعمل لنا حاجه شبه الصندوق كده اسمها كيب، كيب. وبناخد برده ريكتانجل، كذا ريكتانجل مع بعض، وفي الاخر بنعمل حاجه اسمها كيبايد، كيبايد. المهم عشان ما لخبطكش احفظ التو دايمنشنال شيب كويس جدا، واعرف فيه كام سايد واعرف فيه كام كورنر، واستنيني ان شاء الله في الحلقه الجايه وان شاء الله اكمل لك 3 دايمنشنال شيب وبعدها ندخل على الفراكشن. تمام، وان شاء الله اخلص لكم المنهج قبل ما ندخل على العيد باذن الله، وكل سنه وانتم طيبين وان شاء الله دايما مبسوطين، واتفرجوا على حلقات حواديت نيمو عشان دي قصص هتعجبكم جدا جدا جدا. شكرا لكم جدا، ولو عجبك الحلقه اعمل لايك واشتراك في القناه علشان خاطر تتابع معايا ان شاء الله كل جديد، وتتابع معايا الترم الاولاني من الصف الثاني الابتدائي نازل كامل الحمد لله، كنا خلصناه الترم الاولاني والترم الثاني ان شاء الله خلصناه في الماس. شكرا لكم جدا، استنوني في حلقه جديده عشان نكمل مع بعض الماس للصف الاول الابتدائي.